هذا البيان وأعطي الكلمة الآن إلى ممثل دولة إثيوبيا. شكرا السيد رئيس المجلس. أبدأ كلماتي بأن أشكر السيد نائب رئيس المجلس على هذا التقديم الرائع عن جمهورية الكونغو الديمقراطية وعن نيجيريا أيضا. وأنا هنا أشير إلى القرار 2244 الصادر المجلس الأمن لضمان حقوق المرأة وحقوقها السياسية. يجب أن تكون هناك شراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بأجندة حماية حقوق المرأة وحماية حقوقها ومشاركتها السياسية. السيد رئيس المجلس، إن إساءة استخدام والأعمال انتهاكات الجنسية والعنف ضد المرأة من جانب جماعة بوكو حرام هو أمر من الفظائع التي لا يجب أن نتوقف عن محاولة إيقافها ومقاومتها، وهي أمور لا نقبلها. كما أن هناك تدهور للوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية كذلك وفي شمال نيجيريا. كل هذه الانتهاكات والصراعات يجب أن تكون هناك وسائل من أجل حماية المرأة وحماية الأطفال ومن أجل إيجاد حلول دائمة تؤدي إلى الاستقرار داخل هاتين الدولتين. من الأهمية بمكان أن نتعامل ونناقش جذور المشكلة، خاصة ما يتعلق بتلك الجماعات الإرهابية كجماعة بوكو حرام وانتهاكات المستمرة ضد المرأة واستخدامها العنف والانتهاكات الجسدية للمرأة. يجب أن يكون هناك تكامل وتحقيق إيجاد أجندة يمكن من خلالها تحقيق كافة احتياجات المرأة وحمايتها وضمان مشاركتها السياسية وحقوقها الإنسانية. هذه تحديات يجب أن نعمل عليها. هناك قيم داخل مجلس الأمن فيما يتعلق بالقرار 3154 لحماية سلام المرأة وحقوقها. السيد الرئيس، نحن نعلم عن أهمية القصوى من أجل تقديم حماية فعالة وتحقيق حلول دائمة ومستدامة لأولئك الذين تم ترحيلهم من ديارهم في كل من شمال نيجيريا وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية. ومن هذا المكان وضمن هذا السياق أؤكد على التعاون من أجل تحقيق بيئة جيدة للأطباء من أجل تحقيق عملهم وتحقيق مهامهم ضد هذه العمليات غير الإنسانية. كما أن هناك إطار عمل رقم 2013 يجب أن نساهم من أجل الحد من والتخلص من كل هذه العمليات التي يتم انتهاك لحقوق المرأة والأطفال فيها. هذه عمليات غير إنسانية، يجب أن نعمل من أجل تحقيق مبادئ مجلس الأمن والأمم المتحدة وتحقيق تقدم على هذا المسار في كل من شمال نيجيريا والكونغو الديمقراطية، والعمل مع الاتحاد الإفريقي من أجل مواجهة هذه التحديات. في نهاية كلمتي أود أن أؤكد على التزام دولة إثيوبيا بالعمل مع كافة أطراف العمل من أجل مواجهة كل هذه الصراعات وضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن وما يتعلق به من قرارات في هذا الصدد من أجل حفظ حقوق المرأة وضمان مشاركتها السياسية وأمنها ومنع الانتهاكات ضدها. وأشكرك جزيلا على هذه الكلمة.